أوكي طيب، في هذا الفيديو إن شاء الله راح نستأنف ونحكي على الـ Exponentially Weighted Average. طبعا للتذكير، إحنا في آخر فيديو حكينا إنه في الميني باتش إنه راح تكون إنه نستفيد من تسريع للتريننج بشكل كتير كبير بالمقارنة بالباتش جريدينت، ولكن إنه شكل المنحنى حيكون متذبذب بهذا الشكل. فحنشوف كيف إنه إحنا ممكن إنه إحنا نعمل له averaging ونستخدم أو نعمل introduce لباراميتر جديد زي ما حنشوف. طيب عشان نفهم هذا الكلام بدنا نحكي على ال exponentially weighted average averaging أو ال طبعا الافريج هذا انه يعتبر موفينج افريج، يعني بدنا نفترض انه انا في عندي درجات الحراره في مدينه ما ولتكن لندن مثلا على سبيل المثال، هذه درجات الحراره بالفهرنهايت. تمام، طبعا ثيتا واحد هو اليوم الاول، ثيتا اثنين، ثيتا ثلاثه، وهكذا لغايه يعني لطول ايام السنه. طبعا هنا انه هذا انه في بدايه يناير وهنا في نهايه ديسمبر. طبعا درجات الحراره بتكون انه هي منخفضة في يناير، تمام، ترتفع درجات الحرارة كمتوسط يعني لغاية لما إنه تصل الذروة في الصيف، وبعدين إنه ترجع تنزل مرة تانية لغاية نهاية ديسمبر. فبدنا نشوف كيف ممكن إنه إحنا نستخدم الـ Moving Average يعني في حساب درجات الحرارة. نفترض إنه أنا بدي أعمل introduce لـ V0 بتساوي 0، تمام، في واحد اللي هي عبارة عن درجة الحرارة أو الـ average لدرجة الحرارة في اليوم في day one، بدي أقسمها لجزئين. الجزء الأول اللي هي إنه بدي أعتبرها إنه هي weighted average. weighted average معنى ذلك إنه هي 0.9، إنه أنا في عندي two weights، يعني لما بدي يكون في عندي بدي أعمل combination في معادلة مثلا إنه A بتساوي B زائد C، هذا عبارة عن linear combination. لكن إذا كنت إنه أنا بدي أعطي weight مثلا ل B، فممكن إنه طبعا ال weight هنا إنه بده يكون عبارة عن بدي أضرب في رقم 10 على سبيل المثال، هنا في 0.9 تمام، وهنا مثلا في 0.1 أو مثلا 0.7 وهنا 0.3. فهنا بدي weight ل C 0.3 و بي 0.7 او انه 0.9 لبي و 0.1 لسي. فالمعنى الكلام هنا انه درجه الحراره في دي 1 انه بيعتمد بدرجه انه هو عباره عن 0.9 في درجه الحراره في اليوم السابق زائد 0.1 في درجه الحراره في ذلك اليوم. كمان مره هذا عباره عن average، الافريج لدرجه الحراره في دي 1 هو عبارة عن يعني الأفريج لكل الأيام السابقة، نديله ويت 0.9 و 0.1 في درجة حرارة اليوم، وهكذا. ال V2 اللي هو عبارة عن الأفريج في دي 2 اللي هو عبارة عن الأفريج السابق اللي هو وزن 0.9 و 0.1 لدرجة الحرارة في ذلك اليوم، وهكذا. فبالتالي ممكن صياغة المعادلة بشكل عام اللي هي VT بتساوي 0.9 VT minus 1 اليوم السابق، الأفريج تبع كل الأيام السابقة لغاية ذلك اليوم، تمام، زائد إنه 0.1 في ثيتا T درجة الحرارة في ذلك اليوم. فطبعا الباراميتر هذا الـ 0.9 فممكن إنه إحنا نسميه بيتا. فبالتالي انه هنا هذه حتكون انه ال VT، بدنا نعيد كتابة هذه المعادلة بهذا الشكل، تمام، انه ال VT بتساوي بيتا VT minus 1 وهنا 1 minus بيتا زي ما شفنا هنا انه دائما انه هنا 0.9 وهنا 1 ناقص 0.9 اللي هي 1/10، هنا 0.7 وهنا 1 ناقص 0.7 اللي هي 0.3. فالباراميتر هذا بيتا، بيتا انه هنا 1 ماينس بيتا بهذا الشكل. طبعا بيتا ممكن تاخذ قيم مختلفة، اذا كانت بيتا بتساوي
ممكن تكون 9 من 10 أو 98 أو 0.5. طبعا القيمة تبعت بيتا هي بتحدد إنه قديش أنا بعمل approximation يعني، أو بعمل averaging لكم يوم سابق. فكيف بحسبها؟ بحسبها إنه 1 على بيتا، 1 ماينس بيتا، تمام؟ إنه بتطلع لي عدد الأيام. فلو كانت إنه يعني باستخدام هذه المعادلة، تمام، لو إحنا حسبنا إنه 1 على 1 ناقص 0.98 بيطلع أنا عندي 50 يوم. فهنا إنه بعمل averaging ل50 يوم، 0.9 بعمل averaging ل10 أيام، 0.5 بعمل averaging ليومين فقط. واستخدام قيم مختلفة للبيتا بيؤدي لأنه يكون في عندي 3 منحنيات للأفريجينج مختلفة. زي ما انتم شايفين درجات الحرارة هنا انه سكترت بهذا الشكل، انه في يناير انه بيكون في عندي درجات حرارة مختلفة، انه انا بدي اخذ الأفريج لها، انه ممكن انه تكون في الخط الأحمر. الآن استخدام قيم مختلفة للبي ممكن يكون في عندي يؤدي لمنحنيات مختلفة للأفريجينج بهذا الشكل زي ما هو واضح أمامكم على الشاشة. طيب كيف ممكن إن احنا نستخدم هذا الموضوع؟ خلينا نشوف كيف نعمل له يعني implementation بالأول، أو نشوف كيف إن احنا ممكن إن احنا نستخدمه في المعادلة هذه. فبالتالي للتأكيد كمان مرة إنه شكل المعادلة زي كده، إنه vt بيتا vt minus 1 زائد 1 minus beta theta t. و البيتا زي ما اتفقنا انه ممكن تكون قيم مختلفة، ودي ادي انه ل averaging moving averaging يعني curves مختلفة عن الاخرى. طبعا الهدف انه احنا نستخدم قيمة مناسبة للبيتا بحيث انه يكون في عندي منحنى فعلا يمثل النقاط هذه بهذا الشكل، تمام. أوكي، خلينا نشوف الآن كيف ممكن إنه كمثال كيف نحن ممكن نعمل حساب لـ V100. طبعاً V100 تعتمد على 99 و98 وهكذا يعني. فـ V100 خلينا نعكسها إنه هي عبارة عن 0.1 في ثيتا 100 درجة الحرارة في ذلك اليوم ضرب 0.9 في V99. V99 انه انا بدي اخذ هذه كلها زي هيك واحطها هنا، وهنا انا V98 بدي اشيلها واحط ال V98 برضه هنا وهكذا. فممكن انه انا اضلني افك، تمام، لغاية انه عدد الايام اللي انا بعملها averaging اللي هي عبارة عن 10 ايام يعني بهذا الشكل، فبتطلع انا عندي يعني هذه النتيجة. طبعا كـ implementation انه هي المعادلات V0 بتساوي 0، V1، V2، V3 وهكذا. فبالتالي انه الـ implementation بيكون يعني لوب عادية repeat، تمام، بروح يعني للـ next theta وبحسب انه الـ V theta بتساوي B V theta زائد 1 minus beta 1 minus beta مضروبة في theta t، وضلني انه انا اجمع يعني زي ما عملنا هنا انه بشكل تكراري انه انا اجيب الافرج 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 لغايه لما اخلص عدد الايام المطلوب انه انا اعمل عليها انه افرجينج، تمام. طبعا في هذا الافرج في عنده بايس. البايس هذا عاده بيكون انه على سبيل المثال لنفترض انه درجه الحراره في مثلا في داي 1 كانت 40، إذا احنا بدأنا الـ V بتساوي 0 فبالتالي إنه هنا بيبدأ بقيمة منخفضة، تمام. V2 بتكون إنه الحساب تبعها مش دقيق، لأنه بعد ما إنه احنا نخلص المعادلات هذه كلها، طبعا هذا الترم كله حيتصفر لأنه V0 هي عبارة عن 0، تمام. فبالتالي إنه حتصفي المعادلة إنه هذا الرقم الضئيل مضروب في ثيتا 1 زائد هذا الرقم الضئيل مضروب في ثيتا 2. و V1
لأنه هذا التصفر حيكون إنه 0.2 مضروب في الثيتا 1، فبالتالي كأنه كأفريج لو كانت درجة الحرارة 40 بدنا نضربها في 0.2 حيطلع أنا عندي الأفريج منخفض جدا، فبالتالي ما بيمثل أفريج لأنه في بايس. طبعا البايس هذا بتم حله باستخدام إنه بدل ما إنه إحنا نستخدم الفي بنرجع بنقسمها على 1 ماينس بيتا ثيتا مرفوعة بيتا تي مرفوعة للقوة تي، فهذا التيرم اللي هو اللي تحت هذا هو اللي بصحح قيمة الفي تي. فبالتالي انه هنا ممكن انه لو كانت انا عندي في 2 او تي 2 عفوا، نحسب انه هذا المقدار بيطلع انا عندي هذا الناتج، هذا الناتج انه هو اللي انا بدي اقسم عليه في 2 بدي اقسم على هذا المقدار، فيطلع عندي انه بدل ما كان هذا البسط فقط صار مقسوم على هذا المقدار، واللي حيعمل تصحيح للافريج في دي 2. طبعا هذا الكلام انه يعتبر انترودكشن للمومنتم، انه احنا ممكن نستخدم التصحيح هذا في الجريدينت ديسنت الجوريثم، فعشان هيك ان احنا حنحكي على الجريدينت ديسنت وذ مومنتوم. طبعا المومنتوم احنا بدنا نتخيل انه انا عندي الكونفكس هذا هو المنحنى تبع الايرور في، وهذا الكونتور لاينز تبعته بهذا الشكل. طبعا انا موجود هنا بدي اتحرك لادنى نقطه موجوده للقعر اللي يعني في هذا المنحنى، تمام. فبالتالي انه انا في عندي عده يعني اساليب للحركه، ممكن اتحرك بشكل مباشر زي كده، وممكن يكون في عندي اوسيليشن بشكل كتير كبير بهذا الشكل، وممكن انه يكون زي ما شفنا في الميني باتش انه انا اتحرك بهذا الشكل. ممكن انه الحركه بهذا الاتجاه انه تكون انه تاخذ بطيئه يعني لانه انا بدي امر على كل الباتش، والاوسيليشن لو بدي استخدم ستوكاستيك وبدي استخدم الميني باتش حتكون انه بهذا الشكل. فالفكره في الموضوع انه احنا بدنا نعمل افريجنج هنا للاوسيليشن بحيث انه ما يكونش التذبذب عالي كتير زي ما في درجات الحراره، انه هنا التذبذب انا عندي في المنحنى يعني بدرجه كتير كتير كبيره، فبدي اعمل ويتد افريج عشان انه احسب هاي الشغله. فهذا الكلام انه يعني بدنا نعمل ناخذ افريج في هذا الاتجاه. طبعا هنا زي ما حكينا انه هنا بيكون في عندي slower learning بهذا الشكل، وهنا انا عندي fast learning. لو كانت انا عندي حركه بهذا الاتجاه ببطئ التعلم اللي هي التذبذب، ولو كان في عندي حركه بهذا الاتجاه بيكون انه انا عندي تعلم اسرع. فبالتالي الافريج هنا رح يؤدي انه بدل ما يكون في عندي زي هيك رح اخذ الافريج تبع النقاط في المنحنى هذا، فبالتالي انه بيسرع الحركه في الاتجاه الافقي، وهذا بيؤدي ل تسريع التعلم. فالبراميترز اللي رح نعملها introduce هي البيتا، تمام، يعني بدل ما كان في عندي دي دبليو ودي بي بده يصير في عندي هنا في دي دبليو. ال VDW هي عبارة عن بيتا في دي في DW ضرب أو زائد طبعا linear combination 1 minus بيتا، نفس المعادلة تبعت الموفينج افريج تبع درجة الحرارة، هنا عندي بيتا وهنا عندي 1 minus بيتا، تمام، وهنا مضروبة في DW وهنا مضروبة في DW. كذلك الحال أنا عندي بالنسبة ل دي بي حيصير في عندي في دي بي بيتا في في دي بي 1 ماينس بيتا في دي بي، تمام. طبعا هذا البارامتر البيتا بيمثل انا عندي الفريكشن، الفي دي بي بيمثل الفيلوسيتي، والدي بي بتمثل انا عندي الاسيليريشن التسارع في يعني تسارع الحركة. فبالتالي المعادلات الجديدة أنا عندي في الأبديت في البراميتر الجديد اللي إحنا هنستخدمه إنه W جديدة بتساوي W القديمة ناقص ألفا اللي هو Learning Rate V DB، وال B بتساوي ال B القديمة بتساوي ال B الجديدة ناقص ألفا اللي هو Learning Rate V DB، وال V ثيتا بتساوي إنه هاي المعادلة تبعتها بهذا الشكل، تمام.
فالآن إنه لما بدي أجي أنا أعمل implementation، ممكن أعمل implementation نفس المعادلات السابقة رجعنا كتبناها هنا، ولكن إنه يعني أغلب الـ implementation الموجودة حاليا إنه بتعمل omit لهذا الترم، فبالتالي إنه هنا يعني حتكون إنه زائد dw وهذه زائد db بدون إنه الواحد ماينس، فبالتالي إنه ال v dw حتساوي إنه بيتا v دي دبليو زائد دي دبليو بهذا الشكل، فبالتالي في عندي باراميتر جديد اللي هو بيتا والقيمة تبعته عادة بتكون انه 0.9. هذا مرة تانية انه في عندي تو هايبر باراميترز في هذه المعادلة اللي هي الالفا والبيتا اللي هي الليرنينج ريت والمومنتم، وشفنا الان فائدة المومنتم انه هو بيعمل يعني لما تكون انا عندي البيتا 0.9 بيعمل لي افريجنج لللوس لآخر 10 gradients بهذا الشكل، وهذه هي الفائدة تبعته. فهذه هي فكرة المومنتم، هو عبارة عن تحسين إضافي، لأنه إحنا في سلسلة المحاضرات للتحسين اللي بتحكي عن التحسين في gradient descent algorithm. طبعا في طرق أخرى يعني للoptimization اللي هي الRMS prop اللي حنشوفها إن شاء الله في الفيديو القادم.